ومشاهدينا هسه صار وقت نروح للبصرة الفيحاء ويا الزميل المبدع حسن اللي راح ياخذنا بجولة في معرض من تصميم دكتور زياد العذاري يحتوي على فساتين العراس بين الموروث الشعبي والحداثة وموائمة ما بين الأزياء الفلكلورية في العرائس قديما والأزياء الحديثة. يسعد صباحك يا حسن، كل عام وانت بألف خير. صباح الخير حسن. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدينا الأكارم. طبعا دائما ونتمنى قصص الحب أن تنتهي إلى حيث هذا المكان وهذه الفساتين الجميلة. حسن طيب، يعني بما أنه أنت كنت متابع البرنامج، شنو رأيك الحب العمل هل هو مثلا شيء يعني أنه تشجعه ومعه أو لا ضده؟ والله الحب دائما يكون في أي مكان، سواء صحيح. إن كان في الجامعة، إن كان في داخل باقي مفردات صحيح. المجتمع، وأغلبها عادة ما تكون قصص حب ناجحة وبناء حياة أسرية جميلة مبنية على أسس يعني تعارف. والله يا حسن يعني موضوع جوابك كان أجمل جواب بعد كل هاي المناقشة والاستطلاع، جوابك كان الأجمل بصراحة. صحيح. وإحنا حابين يعني تدزلنا بعض الهدايا لأنه أكو وراك فساتين جدا جميلة، خلينا نشوف. أكيد طبعا، يعني ليس هذه المرة الأولى نزور دكتور زياد في تصاميمه في مدينة البصرة، لكن المميز والمختلف في هذه التصاميم هو عملية الميكس ما بين يعني الفساتين. ربما الستايل هو ليس شرقي تماما، حتى تصاميم هذه البدلات ولون البدلة تحديدا ربما يكون غربي، لكن دخول هذه الفساتين إلى العراق وخصوصا مدينة البصرة ارتأى دكتور زياد أن يكون هنالك مزيج ما بين مقبولية هذه البدلات. دعونا نتعرف على ماذا أضاف الدكتور في هذه التصاميم الجديدة. السلام عليكم. وعليكم السلام، صباح الخير أستاذ حسن، تحياتي لك والكادر قناة دجلة الفضائية، أتمنى لكم صباح مشرق وجميل وأبيض مثل الفساتين اللي جاي نشوفها. الله يحفظك دكتور. يعني يمكن أنا هسه خلال الجولة لاحظت أكثر من فستان، يمكن الفستان رقم واحد اللي هنا، ممكن تحدثنا ما هي الإضافة التي يعني دخلت أو تكون مقبولة لدى المجتمع البصري؟ أكيد طبعاً، حقيقة الفساتين أعراس بالعادة هي يعني دائماً متغيرة ودائماً تتطور مع الأحداث، مع الظروف البيئية، مع العادات التقاليد، الظروف الاجتماعية. فلو نلاحظ هذا الفستان الأبيض، يعني هذا الفستان هو يراعي العادات والتقاليد والبيئة العراقية والمجتمعية من ناحية الاحتشام. يعني اكو بي التاتش او فد لمسات لها علاقه بالفلكلور مثل ما نشاهد بالاكمام موجوده، بالاضافه الى اللون الابيض. انا دائما اشجع العروس انه ترتدي اللون الابيض، لكن الابيض المائل الى الوان اللؤلؤ لان يعطي يعني طابع ملكي للعروس. ومثل ما ذكرت لحضرتك انه دائما فساتين اعراس تتاثر بالموجات والكوارث البيئية والعادات والتقاليد. يعني احنا في كورونا قررنا انه نصمم مجموعة فساتين تكون بسيطة، تكون خفيفة الوزن، وايضا الكوست يكون قليل او متوسط، حتى يعني كان كثير اكو أزمة اقتصادية. او مثلا تأتي عروسة تطلب انه تقول انا زواجي راح يكون هو مختلط، فاحتاج فستان ضمن مواصفات، ضمن شيء له علاقة بالارث، له علاقة بالعادات والتقاليد. مثلا هذه القطعة الثانية، هذا فستان قد يكون هو تشوفه تقول هذا كلش بسيط، لكن هو الآن الموضة بدأت يعني تميل الأشياء البسيطة الناعمة، بعيدة عن التكلف وبعيدة عن الزيادة في الحجم. أو أكو بعض العرائس يفضلون ترتدي فستانين مو فستان واحد، يعني فستان لدخلة العروس يكون حجمه كبير وفستان آخر يكون مريح للحركة مثل هذا اللي جاي. هذه يمكن دكتور لاحظناها في حفلات المهر اللي قبل الزواج، انه تظهر العروس باكثر من بدله. فعلا فعلا، هسه مثلا هذا الفستان احنا الان الموضه جاي تميل مثل ما قلت لك للاشياء البسيطه،
قد ما أن الآن دور الأزياء العالمية ومصممين العالم يميلون للبساطة، والآن الحمد لله أن الذوق العام بالعراق بدأ يميل للبساطة. يعني كثير من النساء الآن يميلون الفستان يكون سعره مناسب وأيضا تصميمه يكون بسيط وناعم، مثل هذا اللي نشاهده الآن لونه أبيض، بيور أبيض، وهو من الساتان، يعني هو هذا القماش المعتاد عليه العروسة تستخدمه دائما في فساتين الأعراس. وهو هذا الستايل هو من الثمانينات أو من التسعينات، إنه الفستان يكون ستن، يعني كانت أمهاتنا قبل كله يخدون فساتين ستن. الآن الموضة عادت بهذا الموضوع. طبعا من الأقمشة أنا بس سامع بهذا النوع. ستن أوكي. لكن الطرحة تبقى هي المهيمنة والمسيطرة، يعني كثير تغيرت الموضة وكثير طبت أشياء على فستان العروس، لكن الطرحة بقت هي رمز للمرأة. أما اللون فمثل ما يعني ذكرت لك مسبقا أنه الألوان بدأت تتغير، يعني الآن العروسة يعني هو المعتاد عفوا أنه بدلة الأبيض، لكن أنا لاحظت عندك ألوان أخرى. صحيح، مثلا صار النود، الأوف وايت، الكابوتشينو، يعني الآن الخطوط الموضة بدأت تتغير، لكن تبقى مسألة الذوق. وأنا كديزاينر يعني أشجع الفستان الأبيض لأن هو يرمز للمرأة، يرمز للسلام، يرمز للمحبة، الحياة الجديدة، البدء. فالأبيض يعني هو يرمز لكثير من الأشياء. هنا أيضا عندنا نوع من أنواع الفساتين اللي تكون يعني أوفر سايز، مثلا هذه إذا كان حفلة في قاعة في كذا، فتتحمل أنه يكون فوليوم كبير بالفستان، يعطي جمالية للمرأة ويعطي أيضا خلينا نقول دخول ملكي للمرأة، يختلف عن الفستان الاعتيادي. دكتور يعني أنا أتخيل، ما أعرف، أتخيل أنه الوزن ممكن يكون وزن مختلف. انا ما انصح بالفساتين اللي تكون شك او الهاند ميد كلها، لان تكون هيفي جدا ثقيله وتكون عبء على المراه، خاصه بالحفله راح تكون متعبه لان الفستان راح يكون ثقيل. فتشوف الديزاينات الان هي كلها تكون القطع يعني قليله جميله وقليله متقنه، يعني لا مو تكون اوفر بالوزن، يعني الوزن كلش يعيق العروسه ودائما تعاني من هاي المشكله. فحاولت انه تكون دائما اوزان معتدله، وحتى الاحجام مو كثير اوفر او زياده بالحجم، حتى تعطي يعني راحه للعروسه، لان هي يوم زفافها لازم يكون يوم مريح ومميز لها. هو يوم مريح ومميز لكنه اكيد راح يكون متعب للزوج وللزوجه وللحضور ايضا. اكيد، والان صارت بسبب التوسع في الميديا وكثير نشاهد صور عالميه، الان الخيارات اصبحت جدا صعبه بالنسبه للمراه، يعني لما تختار فستان عرس راح يكون لها عندها هيئه من المستشارين واهل زوجها واهلها وكذا، فهو نوع من انواع الجهد الفكري انه حتى توصل لمرحله مرحله القناعه. فانا اشجع المراه انه هي تقتنع بغض النظر عن بقية أفراد العائلة، لأن هي راح ترتدي الفستان، فتختار شيء مريح بالنسبة لها. نعم حسن، أسأل ضيفك الكريم بما أنه هو يشتغل بهذا المجال، هل لحد هسه يعني الأهل، أهل الزوج وأهل البنية يجون وياها حتى هم أيضا يعطون قرار حول الفستان اللي هي راح تختاره شخصيا؟ أكيد راح تشكل لجنة، يعني دكتور أكيد يعني ما أعرف إذا يجي الزوج والزوجة العرسان لاختيار أو الأهل، الأقارب، الأصدقاء، من يأتي مع العروس؟ أنا أفضل المقربين فقط، يعني مثلا والدتها أو أختها، يعني ما أفضل يكون صديقاتها وأهل العريس، لأن راح تتعدد الآراء وتفقد وتتشتت، وايضا العروسه راح تبقى نوع من انواع يعني راح تكون تايهه فكريا، لان ما تعرف شنو راح تختار، لان كثير اراء. فانصح بان تكون فرد شخص معاها هو يساعدها في الاراء، وافضل يكون الزوج افضل. نعم، يعني هو اكيد بيناتهم. سيد حسن ايضا نساله عن هذا الموضوع، موضوع الفساتين البسيطه، بدنا نلاحظ اكو هواي فساتين بسيطه بالمحل، واحنا نعرف احنا مجتمعنا البنات عاده يحبون الشيء اللي بيها هوايه لمع وتطريز، هل بدوا البنات هسه يتوجهون لهاي النوع من الفساتين البسيطه اللي ما بيها هوايه حركه، تميل للبساطه والرقي اكثر؟ بالتأكيد، لكن قبل ذلك عفوا دعيني أذهب إلى هذا الفستان، يعني دائما يكون اللون الأبيض، لكن ألحظ هنا
اللون مختلف. أكيد طبعا هو تأريخ فستان الزفاف يعني مثل ما هو متعارف من في يعني الثقافة الإنجليزية، خاصة في يعني الملكة فيكتوريا ارتدت فستان أبيض وكان هو الأول من نوعه وكسر للحواجز، كان أساسا بتأريخ الفساتين الأعراس هو الفستان الأزرق يرمز للحياة، لكن تغيرت هذه الرؤية وتحول إلى فستان أبيض. فإحنا على طول سنوات عديدة وخاصة في العراق أن العروس تلبس فستان أبيض، لكن بسبب التطور الحاصل في عالم الموضة وعالم الرؤية والسوشال ميديا الآن بدأوا يميلون ألوان النود، الأوف وايت، ألوان الكابتشينو، مقبولة بالزواج، مقبولة جدا يعني مقبولة، والآن هو الأكثر طلبا أنه يكون لون مغاير. لكن إحنا كمصممين أزياء نفضل اللون البيزك واللون الأبيض، يعني الأبيض هو عروس يعني لازم يكون لونها بيور أبيض، يعني يرمز إلى رمزيات نفسية واجتماعية مميزة جدا. دكتور الحظ، يعني يمكن بعض الفساتين أعمال التطريز وأعمال هذه الأجزاء هذه اللماعة ويعني هذا الموضوع على واجهة الفساتين، يعني هل اليوم إقبال من قبل يعني سواء كان العروس أو حتى من يحضر إلى هذه الحفلات؟ نعم طبعا أكيد، إحنا مثل ما ذكرنا مسبقا أنه أكو فساتين تكون سمبل بسيطة، أكو فساتين بها شكل يدوي، أكو فساتين تكون بها القطع الشق قليلة، هي تبقى رغبات وثقافات. وأكو يعني شخصيات الآن بالوقت الحالي ترتدي فستانين، في بداية الحفل يكون فستان ضخم جدا، في نهاية الحفل ترتدي فستان بسيط وناعم، يعني هي تعتمد على الشخصية. وأنا أشوف يعني الأسعار صارت جدا مناسبة لفساتين الأعراس، يعني فتح كثير الآن خطوط أنه يكون الفستان أجار، الفستان ربما يكون يصمم ويؤجر ومن ثم يباع، يعني كثير أكو لاينات للعروسة حتى الكوست يكون أقل عليها. دكتور نلحظ أيضا ليس فقط العروس، من يحضر مع العروس أقارب العريس أقارب العروسة، يعني ما أعرف هم ليش يمكن يستغرقون ساعات بالصالونات أطول وينافسون العروس حتى في اختيار الملابس و كأنه ينافسون العروس في الحفل. يعني أنا ضد هذا الشيء، يعني العروس تبقى هو الليلة ليلة العروس، لازم تكون العروس تطل بإطلالة مميزة ومختلفة، وأيضا تكون هي ملكة وسيدة الحفلة. فحتى لو أكو تحضيرات من قبل الأقارب والأصدقاء، لكن يجب أن تكون هذه التحضيرات خلينا نقول تحضيرات بسيطة حتى لا نغطي على جمالية هذا شرح تقنعهم؟ لا ما يقتنعون. بس هي محاولات. نعم يعني نلحظ هنا يعني الفساتين، هي هذه الفساتين يبدو أنها للحفلات نعم. طبعا حسن أنا حابة يعني إذا ممكن تسأل ضيفك الكريم أنه شايفة بعض المرات أنه الأشخاص لما يروحون يشترون الذهب تصير مشاكل، لأنه تجي مثلا عمة الولد وأمه وخواته وهي همنا أهلها، وهنا يتعاركون أنه لازم تسوون لبنتنا هلقى الذهب وتصير مشاكل، ومرات همنا يعني ينهون العلاقة الطرفين بسبب هذه المشاكل بين الأهل والتدخلات بيهم. فساتين العراس صادفت وياه مثلا همينة صارت مشكلة على فستان، أو تدخلت الأم أو العمة بموديل الفستان والبنية ما كانت حابة هذا الشيء؟ والله أنا أشك بالعمة، دائما أشك بالعمة. العمة خطيرة. يعني ما أعرف إذا يعني هذه التدخلات ربما ممكن تسبب إشكالات أو تخاصم أو زعل، يعني بسبب هذا التشتت، يعني حضور أعداد كبيرة لاختيار الفستان. أكيد هذا يخلق تشتت مثل ما ذكرت مسبقا، وأيضا أكو يصير نوع من أنواع الاختلاف في الثقافات، يعني دائما أم العريس أو أم العروس عندها فكرة محددة عن العروس نفس فكرتها اللي قبل 20 أو 15 سنة، من جيل سابق عفوا، لأنها من جيل مختلف. الآن الجيل بدأ يميل الأشياء الترند، بدأت الأشياء اللي متطورة الآن موجودة بالميديا، فأكيد راح يكون هناك اختلاف ثقافات قد يؤدي إلى نوع من أنواع المشاكل. بس إحنا كمصممين حاول نوصل إلى فكرة تقنع الطرفين وحل يرضي الجميع. إذن جهودكم ليست في التصاميم فقط، لكن جهودكم أيضا بجهود اجتماعي. أكيد 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 طبعا الأطراف كلها يكون طبعا نتيجة. حسن جدا استمتعنا بهاي الجولة المميزة وياك ويا ضيفك الكريم الدكتور، وإن شاء الله بالتوفيق دائما، والمحل جدا جميل والفساتين أجمل. شكراً شكراً لكم.